السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين على خير، تمام الصحة والعافية. اليوم جيت نشارك معكم واحد القصة ديال ربات البيوت الناجحات. هادو جوج ديال صحابات سميرة وكريمة، كانوا بجوجهم تقراو في الجامعة متبعين اللغة العربية بجوج. واحد النهار كريمة تزوجات وسميرة كملت القراية ديالها حتى تحصلت على الإجازة، ولكن ما خدمتش تقريبا المده ديال عام. وفي هذه الفتره هذه تقدم لها الاخ ديال الزوج ديال كريمه وتزوج بها وسكنوا بجوجهم في واحد الدار اللي هي كبيره في واحد الحي شعبي في الدار البيضاء. الازواج بجوج كانوا خدامين في واحد الشركه ديال النسيج، ومن بعد ما جاوا الوليدات يعني المتطلبات كثروا، كريمه وسميره قرروا انهم يديروا واحد المشروع في الدار باش يعاونوا به الوقت. ولكن تقريبا المده ديال 7 شهور وهما خدامين في الحلويات القرص المسمن، كتعرفوا هادشي اللي كيدار في الدار، ولكن لقاو منافسه كبيره بحكم انهم كانوا في واحد الحي شعبي وهادشي كان موجود بزاف، فما لقاوش اقبال وحبسوا. واحد النهار جات عندهم واحد الضيفه اللي هي من العائله ديال كريمه، ودوزات عندهم تقريبا واحد 3 ديال الايام، وجبت معاها وليدات صغار، وكان عندها واحد الوليد اللي كان مريض شويه، وتقي لهم فوق الزربيه عزكم الله، فوق الزربيه ديال الصالون اللي كانوا مفرشين فيه واحد الزربيه رباطيه واللي كتكون ثقيله بزاف، فاضطروا بجوجهم انهم يحيدوها سميره وكريمه ويطلعوها للسطح ويصبنوها. ولكن كريمه كانت صوبت واحد الخليط باش صبنات هذيك الزربيه باش ما تطلقش وباش تعطي واحد الرائحه اللي هي زوينه. تعاونوا عليها واخا كانت ثقيله بزاف وصبنوها، ومن بعد فاش نشفات عاودوا فرشوها، وكانت فيها واحد الرائحه ما شاء الله كانت عاطيه في الدار كامله، لدرجه انه اللي جا تيقول لهم شنو هاد الريحه عندكم في الدار وشنو هو النوع ديال هاد العطر اللي درتو. من بعد جات اخت الحاجه اللي هي الام ديال الازواج ديالهم، وقالت لهم عجبتني هاد الريحه اللي درتو وكانت ميسوره الحال، وقالت لهم غادي نجيب لكم كاع الزرابي اللي عندي في الدار وصبنهم ليا ونعطيكم واحد المقابل مالي وقبلوا من طبيعه الحال لانهم كانوا محتاجات. وصبروا ليها هاد الزرابي وبدات كتجيب لهم الناس والمعارف ديالها، وبداو غاديين شويه بشويه. من بعد مشاو كيدوروا على المصبانات اللي في الحي، وبداو كيشدوا كاع الزرابي اللي كيجيو للمصبانات وكيصبروهم حتى كبر المشروع، لدرجه انهم تيوصلوا حتى ل 800 900 درهم في النهار كلها ربح. من اللي كبر المشروع وبداو كيحققوا ارباح اللي هي كثيره، قرروا انهم يكريو واحد الديبو كبير باش يديروا فيه هذا الغسيل ديال هذا الزرابي، واستعنوا بواحد جوج ديال المساعدات خدموهم معهم، وهكا بداو تيشدوا تقريبا ما يزيد على 22 مصبانه في الدار البيضاء، وكبر المشروع ديالهم ولاو معروفات بزاف، وواحد الربح خيالي ولاو كيحققوه في هذا الشيء. وشوف سبحان الله العظيم كيفاش بداو وفين وصلوا، يعني الا كانت النيه ان الانسان انه غينجح في الحياه ديالو غادي يدير شي حاجه، كوني على يقين بان ربي ما عمره غيخليك. وهذه قصه من قصص ربات البيوت الناجحات اللي كيطمحوا باش انهم يحققوا مستقبل افضل. نتمنى ان شاء الله هذه القصه تعاونكم وتعطيكم فكره على هذا المشروع، وان شاء الله اللي عندها العزيمه انها توصل لشي حاجه ما تنساش بلي ربي كبير وممكن تحقق اي حاجه دارتها في راسها.